فما بقى شوية ملعبية، كنت نكلموا بعضنا بعد المقابلات نحكي وكل شيء، هنشجع بعضنا. حتى هم فما من لعبية كلمتني وكانت تتمنى أن يكون موجودة معاهم، لكن نأكد لك اللي العلاقة ممتازة مع الملاعبية الكل، مع الناس الكل، ما عندي حتى مشكلة. دي منتخب عشت فيه 6 سنين مع أصحابي هذوما اللي قاعدين موجودين، ما عملت حتى مشكلة في 6 سنين. فرحنا كي ترشحنا للدومي فينال، ولكن حزننا كتوانسة قلنا خطوة للفينال، لكن الكرة هذيك هي حكم الكرة. إن شاء الله في القادم المسابقات نكون خير إن شاء الله.